Energy, conventional energy is great in Russia, and the Russian thing gets and food for the world of the هنا الفولوم ده
بنسميها ايه ديفيوجن ليه؟ بنسمي الحته دي ايه؟ اللي هو اللي بيحصل فيها التحرك بين الداخل والخارج، اللي بيحصل هذا الاحتراق في فوليوم او حته ضيقه جدا في هذا التحول، هذا الانسان اللي هو ايه؟ المكلم هنا بيتحرك او ليه بيحصل في وسط او بنسميه ديفيوجن ليه او ليه وسط في انتشار او بين الداخل. يبقى هنا الجزء الاولاني اللي هو اللي اتحقق في الاول اللي هو خلال البريك بيريود اتحرق تورست فوليوم تقريبا، ورجع كوني مركب انكمبليت كومبشن لكنه اتحرق من خارج بناء الهواء، واتحرق بعد كده احتراق جامد. احتراق جامد ايه؟ بيساعد على ايه؟ يرفع درجات الحراره، يرفع درجات الحراره. بعد كده اي وقود بقى محكوم بعد كده، اي وقود محكوم بعد كده بيبقى محكوم بايه؟ بفوليوم ده بيتحرك اكتر شويه. يبتدي يخش على المنطقه اللي هي بتاعت الفيوجن بلير، الحته اللي بتاعت الحريق دي، ويتحرق احتراق سريع ويديني درجات حراره عاليه. وهذا الاحتراق بتاع السكن يعني الجزء الثاني بتاع الحقنه دي، لما بيتحرق احتراق سريع بيرفعني درجات الحراره قوي الى اعلى من 2800 كلمه، اللي هو بيبقى عندي درجات حراره عاليه. وفي نفس الوقت احنا على الحدود بتاعت الفليم، يعني كويس الاكسجين، يعني عندي درجه حراره عاليه قابله بالاكسجين، فهنا احسن ظروف تكون ايه؟ الانفرس. احسن ظروف ايه؟ تكون الانفرس. هنا بقى فيو انجكتد في الفيس 2 دول بقى اللي هو بتاع الجزء الاولاني اللي هو بتاع الفيلم فيلم فيري سلو 10 15 جنيه انجليزي 10 جنيه. بعد كده ايه؟ سوبر فول مكون من احتراق الفيلم اللي بنص ده طبعا كامل، وكده لما بيتحرك على الدريفه يعني على الجزء الخارجي ده ايه؟ بيبقى عندنا ايه؟ بيلاقي هواء كافي، اكسجين كافي، يكون يتحرك ويرفع ايه درجه الحراره بشكل واضح، يبقى بيطلع عندنا ايه؟ مكون من الانفرس. يبقى هنا يا جماعه لو انا جبت كده حطيت سنسور باسمي المركبات يا جماعه في البيت وعملت الحقن لحد ما بيحصل كومبشن داخل الغرفة. في الأول إيه؟ دايماً الإنتنسي أوف سوت عالية. بداية الإيه؟ الغشن بروسس هلاقي الإنتنسي أوف سوت عالية. لكن في نهايته مفيش احتراق السوت ده، ولقيت إن ده الأكسجين منحني احتراق كامل، ودرجة الحرارة بتاعنا، وإيه الإنتنسي بتاعته تبقى أعلى؟ النقص. 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 هنا عندي بداية الكومبشن فورس عندي شوف أكثر، لكن في نهاية الكومبشن فورس عندي الإنفرس. ولا يا جماعة عندي حد شام طيب؟